كان عندنا اختبار في البلد جنبنا، اختبار نادي الاسماعيلي. فانا ما اعرفش، لقيت كابتن صاحبي بيتصل عليا بالليل ويقول لي يا ابو كريم ده في اختبار بتاع الاسماعيلي جايين بكره جنبكم على طول في بلد اسمها متعاصم. كريم والله العظيم انا ما مش في دماغي اي حاجه. قال لي يا بابا البس تيشيرت الاهلي. قلت له عادي يا كريم. قال لي بس احنا رايحين الاسماعيلي. كريم انا مش في دماغي. قلت له عادي، وده وربنا سبحانه وتعالى هو مطلع هو يعلم. فقابلنا الراجل اللي جه في الفيديو ده اللي هو الامن تقريبا واحد كمان معاه، فساعد ما شاف كريم قال له ايه اللي على التيشيرت ده بصوت عالي، ايه اللي على التيشيرت ده، التيشيرت ده ما تدخلش هنا، اللي هو على تيشيرت النادي الاهلي. بس دي طفل مش في دماغه اي حاجه. فانا حضرتك قلت له ده ابويا اللي على التيشيرت يلبس ايه حضرتك، احنا مش جايين نشحت منك، ده راجل ناجح في الاختبارات، وده راجل جاي يمضي معانا ورقه، حتى الوحيد اللي كاتب له لاعب مميز ومعتمد وهيجي يمضي وكريم يجي اختبار تاني هنا. قال لي حضرتك انا عندي تعليمات بصوت عالي بصراحه، عندي تعليمات من الاداره ومجلس الاداره محدش يخش هنا بتيشيرت الاهلي. قلت له حضرتك اصبر بس وما تزعقش عشان العيل كده هيفقد تركيزه. الجماعه اللي جوه بصراحه ناس محترمين جدا، ما شفناش منهم اي حاجه، وانا اقسم بالله ما كنت جاي ولا كنت عاوز اطلع الهوا ولا كنت عاوز اعمل ركات خالص، وربنا يعلم اصلا كده كنت رايح اختبارات الاهلي كمان، عشان انا عارف اللي هم موهوبين وبتعب عليهم عشان ما يجوش في يوم من الايام يقولوا ايه بابا ما جراش بينا او تعب علينا. ادام انا شايف اللي هم موهوبين الحمد لله اجري عليهم. كابتن حسن عبد ربه تواصل معايا وكلمني وبكل احترام وقال لي دي ابني وانا ما رضاش لابني كده، وانا يعني زعلان من قصه الواد ساعتها، مش اكتر من كده. انا طبعا تواصل معايا ناس من النادي الاهلي وطبعا احنا مستقبلين كريم واحمد ابنك يجوا يختبروا في النادي الاهلي، مش يلعبوا في النادي الاهلي، حضرتك يختبروا في النادي الاهلي. احمد بقى كان بسبب الموضوع اللي حصل ده طبعا انا خلاص رفضت ان انا اروح الاسماعيلي تاني. حضرتك رحنا النادي الاهلي، طبعا انا ما دخلتش، هم بعتوا واحد خد كريم واحمد، وكريم نزل للكابتن خالد بيبو. قابل الكابتن خالد بيبو، خالد بيبو اول ما قال له كريم انت بتعرف تلعب؟ كريم قال له اه طبعا. فهو لسه ما نجحش ولا 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 مضى في النادي الاهلي ولا الكلام ده خالص، هو راجل بيختبر بمجهوده بقى، هو واحمد ابني بمجهوده، ربنا كرمه ماشي، ليه نصيب يمضي ماشي اكمل معاه، ماليش نصيب مش مشكله. ياما في لعيبه يعني حاولت في نادي كبيره ما قبلتش من اول مره، واحنا طبعا عارفين الكلام ده كله. دخلنا هناك البوابه بتيشيرت النادي الاهلي عادي، مش في دماغي. ليه حبيت تيشيرت النادي الاهلي؟ عشان كنت لابس برشلونه، في اول يوم ما ينفعش البسه في تاني اختبار عشان كده بقى دي، وانا بحب الاهلي كمان. بعدين داخل هناك لقيته بزعلي وبيقول لي اخلعوا، سيبتني منه برضك ما خلعتوش، فضلت برضك واقف لغايه ما واحد يجي قلعنا من ورا، ما وانا برضك قلعت معاه من غير نفس كده عادي، ودخلت قعدوني بقميص نص كم، وواحد صاحبي قلت له حتى شيرت، قال لي انا معايا تيشيرت منتخب مصر تاخده، قلت له هاته ولبسته ونزلت الاختبارات وما اتقبلتش. حسيت ان هم ظلموني عشان التيشيرت وكل حاجه. شفت ان دي فرصه كويسه للنادي الاهلي ان انا اروح اختبر هناك، ورحت اختبرت في الاختبار الاول ونجحت الحمد لله. لو ما قابلتش في اختبارات النادي الاهلي مش هرجع اختبارات النادي الاسماعيلي، عشان هم عاملينه بالشكل اللي انت شفتوه ده. هو انا محمد صلاح، انت كابتن كبير ولاعيب كبير، وان شاء الله نشوفك احسن لاعب في العالم وتشتغل اكتر وقت. هو دي اتحاد الكوره، المشاوير بتبقى بعيده علينا، خلوا الاختبارات الساعه 4 العصر او 5 عشان نقدر نلعب ونلعب كويسين، ما نهبطش في الحر ولا نقعد في الحر ساعات كتير. اول لما نزلت الاختبار حسيت ان كنت جريء فيها ونازل على اساس ان انا العب وانجح واطلع. فاول لما انا جبت جون رقصت كل الفرق وجبت جون، فقال لي تعالى اسمك ايه؟ قلت له احمد محمود عبد الوهاب. فقال لي 2000 وكام؟ قلت له 2011. فقال لي طب كمل كام؟ فقمت مكمل، قمت جايب كمان جونين. فقال لي تعالى وقال لي بقى تعالى يوم الخميس معاهم. بعد ما انا رحت يوم الخميس فقالوا له دي امضي على طول، رحت ملعب الرعايه عشان اروح امضي العب مع الفرقه الاساسيه، عايزين اروح العب هناك عشان العب مع الفرقه الاساسيه. فبعد ما رحتش ورحت اختبار الاهلي ونجحت في اول اختبار، لو نجحت في الاثنين اختار نادي الاهلي.